بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فالله سبحانه وتعالى أرسلهم وبعثهم للناس ليعلموهم ما أنزل الله عز وجل عليهم من الكتاب والحكمة، ويبينوا لهم دين الله عز وجل الذي ارتضاه لهم. وهذا شأن جميع الأنبياء والرسل، فهم مبشرين ومنذرين، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما على الرسول إلا البلاغ، ورسلا مبشرين ومنذرين. وذكر الله عز وجل عن أنبيائه الذين ذكرهم بأسمائه في القرآن العظيم قيامهم بأمر الدعوة، فذكر الله عز وجل عن نوح قيامه بهذا الأمر، وكما قال الله عز وجل مخبرا عن قول نوح عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فإذا هو استمرار على أمر الدعوة إلى الله، فهذا شأن الأنبياء وهذا شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك هو شأن من اتبع الرسل واقتفى أثرهم واستن بهديهم وسار على طريقهم. فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأمر الدعوة عظيم وشأنها جليل. وبالنسبة لهذه الأمة الخاتمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام هو الداعي إلى ربه ابتداء في هذه الأمة، فالله عز وجل بعثه في هذه الأمة على حين فترة من الرسل، وقد دخلت الأرض في ليل أظلم وفي جاهلية جهلاء،
فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بأمر الدعوة إلى ربه عز وجل، فقام بهذا الأمر كما أمره الله، وضحى بكل غال ونفيس، وفرغ وقته وعمره وفكره وجهده لذلك، فكان بذل المال لأجل الدعوة إلى الله، وكان بذل الوقت لأجل الدعوة إلى الله، وكان بذل الجاه لأجل الدعوة إلى الله، وكانت الكلمة في أمر الدعوة إلى الله، وكان الفعل في أمر الدعوة إلى الله، وكان الصبر في طريق الدعوة إلى الله، وكان الحلم والعفو في طريق الدعوة إلى الله. هذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه، فكان بذله لوقته ولماله وجهده وفكره، حتى أن الله عز وجل يقول له في القرآن العظيم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلم يكن البذل فقط مجرد بذل مال وكلمة، بل كان هناك هم وتفكير وحرص ودأب على إصلاح الناس بالدعوة إلى الله عز وجل، حتى أن الله عز وجل يحذره أن ذاك الأمر الذي قام في نفسه قد يودي به إلى الموت مما كان يحمل في نفسه من هم إصلاح قومه. وإذا وقفنا وقفة سريعة لننتقل من هذه المعاني والمفاهيم النظرية إلى واقع عملي لحياة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أمر الدعوة إلى الله، فها هو عليه الصلاة والسلام في أمر البلاغ يقف على جبل الصفا وينادي قومه وينادي فروع قبيلته فرعاً فرعاً، ثم يعلنها بين أظهرهم أنه رسول الله إليهم، ويدعوهم إلى الإيمان بالله وحده ونبذ الشرك وترك عبادة الأصنام، وأن يعبدوا الله عز وجل وحده. ويتحمل في هذا الطريق أن يضرب حتى يسيل الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، ويجد الأذى فيصبر، وقد وضع فرث الناقة وسلاها على ظهره فصبر، وما استطاع أحد من أصحابه أن يزيله عن ظهره وهو ساجد عند هذا البيت العتيق، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت ذلك عن ظهره. ولأجل الدعوة كان يوضع العذر في طعامه من جيرانه، فكان يقول: يا بني عبد المطلب، أي جوار هذا؟
فكان هذا شأنه في أمر الصبر. وعندما لم يجد ذاك القبول الكبير من قومه خرج إلى أهل الطائف وعرض نفسه عليهم وقابلوه بذاك الأذى وأغروا صبيانهم ورموه بالحجارة، قال: فخرجت هائما على وجهي فما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. وبعث الله له ملك الجبال مع أمين الوحي جبريل، وكلمه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال: بل أصبر وأستأني لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وفي طريق دعوته يأتي إلى محافل الناس ومنازلهم في مواسم الحج في منى وعرفة ويدعوهم إلى الله، مع وجود من يسير من خلفه ويقول للناس: لا تطيعوه فإنه كذاب، ويستمر في طريق دعوته ويبذل المال لأجل إصلاح الناس. ولعل قصة إسلام زيد ابن سعنة رضي الله عنه، وهو حبر من أحبار اليهود، فيها دلالة ظاهرة على هدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته، وأن بذل المال كان أيسر ما يكون في طريق بلاغ الدعوة ورجوع الناس إلى الله جل جلاله. ففي قصة إسلام زيد عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبلغ اليهود قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يستشرفون خروج نبي آخر الزمان، وكان علماؤهم وأحبارهم يعرفون وصفه لوجوده في كتبهم، بل كما قال الله جل جلاله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وهل يخفى على الإنسان ابنه إذا اختلط بين الأولاد؟ فحالهم في العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه ومعرفة ذلك كمعرفة الأب لولده إذا وضع بين الأولاد. فعندما هاجر جاء زيد ليستكشف هذا الذي يقول أنه رسول وعنده، وقد كان حبرا من أحبارهم وعالما من علماء اليهود، وأيضا كان من أغنى اليهود ومن أكثرهم مالا، فجاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنظرت إلى وجهه، قال: فقلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة فيه، أي العلامات الجسدية. قال: ورأيت جميع علامات النبوة فيه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. صفات تعرف بالخلطة وتعرف بالتعامل، فإن ظهرت فهي دلالة النبوة مع تلك الأوصاف الجسدية. يقول زيد:
وهو يريد أن يمتحن وأن يختبر. قال: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره فتطمئن نفسي. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه إذا برجل من أصحابه يقول: يا رسول الله، لقد جئت بني فلان ودعوتهم إلى الإسلام، وقلت لهم: إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء والأرض، أدخلوا في الإسلام وأبشروا بالخير. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا، رغبة في العطاء، وأراد الله أن يكون لهم الابتلاء من أول الطريق. يقول هذا الصحابي كما قال زيد: قال: يا رسول الله، وقد أصابتهم سنة، فأغثهم حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. أدرك الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية الناس، وأحرص ما يكون على تثبيت المؤمن على دينه، وأن الدنيا لا تساوي شيء أمام هذه الغاية العظيمة. قال زيد: وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أي في تلك اللحظة، وما كان عند أصحابه شيء، أي من المال. يقول زيد: فقلت: يا محمد، أنا أقرضك، تريد مال؟ أنا أقرضك. قال: نعم. قال: كم؟ قال: 80 دينارا. على أن تردها لي. يقول زيد يشترط لأنه يريد أن يمتحن. قال: على أن تردها لي في يوم كذا وكذا، حدد اليوم. قال: نعم. يقول: فأخرجت همياني كيس النقود وحللته سريعا ودفعت المال إليه. قال: ما إن وضعته في يدي حتى دفعه مباشرة إلى صاحبه وقال: أسرع وأغثهم به ليبقوا على الدين، ليثبتوا على الإسلام، يستقرضوا الدين. قال زيد: وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة. جاء قبل الموعد ليختبر أن حلمه يسبق غضبه، وليختبر أنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. قال: فجئت إليه قبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، وهو في جنازة رجل من المسلمين ومعه أبو بكر وعمر. يقول: فوقفت من خلفه ومكنت قدماي في الأرض، ثبت نفسي. قال: ثم مسكت بردائه من خلفه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه، رداؤه سقط من فوق عاتقه. قال: واستدار إلي، بدل ما كان وجهه للأمام من شدة الجبذة أصبح وجهه في مقابل زيد. هل اكتفى بذلك؟ قال: وقابلته بوجه جهم غليظ وقلت: يا محمد، اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، وإن لي بكم علم. أناس لا تعطون الناس حقوقهم. قال زيد: فعندما رأى عمر ما صنع وسمع ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم استدار إلي كالفك المستدير كالأسد. يقول: أين عدو الله؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ويفعل به ما أرى وأنا حي: والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم عليه الصلاة والسلام، وقال: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا،
أن تأمرني بحسن الأداء، لعله فعلاً جاء وقت القضاء وأنني ما وفيت، وأن تأمره بحسن الطلب لعله جاهل فتعلمه. ثم قال: يا عمر اذهب واعطه حقه وزده 10 أوسق مكان ما رعته، مكان ما خوفته. قال زيد: فذهبت مع عمر، أعطاني حقي وزاد 10. قال: قلت يا عمر، أنا أقرضت محمد 80، محمد لا يتعامل بالربا، فلعلك ما تعلم قدر المال. قال: لا، ولكن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال: يا عمر، أتعرفني من أنا؟ هل تعرف من هذا الشخص الذي يتحدث معك؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ كانوا يسمعون به وما عرفه عمر. قال: نعم. قال: ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ ما زال الأمر يدوك في نفس عمر. قال: والله يا عمر، يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مالي. انظروا إلى الصحابة والفارق العظيم، كيف يأخذون الدرس وكيف يتعلمون الدرس من هذا النبي الذي يستقرض لأجل دعوته، الذي يبذل المال لأجل أن يثبت الناس على الإسلام. فزيد يأخذ الدرس من نفس الموقف فيقول: أشهدك يا عمر وأن مالي وإني لمن أغناها مالا أغنى أهل المدينة، صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو على بعضهم فإنهم لا يسعهم ماله فهم أكثر من مالي. فهذا بذل المال الذي كان عليه الصلاة والسلام يبذله. والمواقف في هذا الباب عظيمة وكثيرة، بذله لوقته في أمر دعوته. ولنا أن نتأمل في قول الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وكم بلغ من العمر؟ 63 سنة، لكنها كانت في جهد وجهاد. فها هي تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر عمره جالسا، حطمه الناس، فكان وقته لدعوته وفكره لهذا الدين ونصرته، وكان وقت راحته حين يرى الناس وقد عادوا إلى الله، فأثر ذلك في جسده فكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام. لكم أن تبحث في كتب السيرة المطول منها والمختصر على أنواع التصنيف فيها من الشمائل والدلائل والسير والمغازي وكتب الحديث، وابحثوا هل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة يوم واحد من دعوته، من يوم أن قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر،
إلى أن وافاه الأجل، فهذا شأنه في أمر الدعوة. وعلى هذا الطريق تربى أصحابه، وكانوا على هديه وسنته، وزكاهم الله في أعظم موقف في يوم عرفة، فأعلن الرضا على ما وصلوا إليه من الفهم ومن البذل ومن القيام لهذا الدين والدعوة إليه بكل ما يملكون، فكانوا بحق هم القدوة والأسوة لهذه الأمة، وهم النموذج الذي ينبغي على الأمة إذا أرادت أن تقوم نفسها فأن تنظر إلى ذاك النموذج، وإذا أرادت أن تبني لمستقبلها أن تجعل ذاك النموذج هو هدفها وغايتها في الوصول. الصحابة رضوان الله عليهم وما وصلوا إليه، فقال الله في إعلان الرضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام على ما وصلتم إليه من الفهم وما وصلتم إليه من العمل والتطبيق وما وصلتم إليه في أمر البلاغ. وانظروا واسمعوا إلى هذا الخبر العظيم للصحابي الجليل: من نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يوم هجرته، أبو أيوب الأنصاري، ليعطينا الدلالة كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم في أمر الدعوة، في أمر الدعوة. كان أبو أيوب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن خلافة الفاروق، في غزوة من الغزوات، وإذا برجل من المسلمين ألقى بنفسه في وسط العدو يقاتل، فقال الناس: إن فلانا ألقى بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فينبري أبو أيوب رضي الله عنه ويقوم في الناس ويقول: والله ما في مثله نزل، ليست هذه الآية نزلت في مثل هذه الصورة التي تقولون، وإنما نزلت فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات، فكنا معه في كل مكان وكل ما يريد منا، وضحينا بكل شيء لنصرة هذا الدين. قال: حتى إذا كنا معه في غزوة تبوك. وماذا تعني تبوك؟ هؤلاء القوم القلة كانوا معه، فعادوا كل العرب ونازلوا كل العرب وبذلوا وقطعوا كل الأسباب لمن كفر، مع من كفر بالله، وليست قضيتهم إلا هذا الدين وهذا النبي الكريم والدعوة إلى الله عز وجل. ثم أن يصل الأمر لمنازلة بني الأصفر فيقبلون ويذهبون معه، يقول: فعندما رجعنا، والطريق طويل،
يتجاذبون الحديث في الطريق، فكان مما يقول أبو أيوب: فكنا نقول جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات فخربت مزارعنا، لم تعد المزارع تعطي إنتاجا كما كنا نقوم عليها، والأجير ليس كالأصيل في قيامه بالأمر والعناية به. قال: فقلنا إذا رجعنا إلى المدينة نصلح مزارعنا. قال: فأنزل الله فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ذاك الأمر وهذا المستوى الذي وصل إليه الصحابة رضوان الله عليهم وهذا الحديث عن أمر الدعوة، هذا ما له العلاقة بهذه الآية الكريمة العظيمة التي نقف عليها في درسنا اليوم من سورة آل عمران، لأن من الأهمية عندما نقرأ كتاب الله ونتدبر الآيات استجابة لأمر الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كانت الآيات مرتبطة بوقائع وأحداث، كيف سيصل الإنسان إلى عمق الفهم الصحيح دون أن يستحضر تلك الوقائع والأحداث التي رافقت نزول هذه الآيات؟ كيف سيجد أثر تلك الآية في نفسه وهو لا يستحضر وقائع نزولها؟ الآيات نزلت في مرحلة من مراحل الدعوة عصيبة، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة وأهل الكتاب وأهل النفاق والأعداء من خارج المدينة، الجميع يؤلب على هذا النبي. والتأليب أين أثره وموقعه؟ في أولئك النفر الذين أسلموا وما زالوا حديثي عهد بالإسلام، وأمر الصلة والعلاقة والرحم والمصاهرة والمتاجرة والجوار كان مع هؤلاء، والمجالس تجمع هؤلاء وهؤلاء، المجلس يجمع الصحابة ومعهم من المنافقين في مجلس واحد، ويأتي اليهود ويجلسون. ولذلك هذه الآيات كما أدركنا من الدروس الماضية كانت لحدث وواقعة هي من أثر هذا التأليب. قوم دعوا فما قبلوا، ذكرت لهم الآيات الدالة على صدق هذا النبي كما في كتبهم فلم يقبلوا، لا لضعف الآية ولكن لحسد وعمى بصيرة وكبر امتلأت به تلك النفوس، فلم تكتفي بالضلال بل نزلت وانحدرت إلى الإضلال،
وهو الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله والخيانة في أمر التقويم. قريش وهم يعبدون الأصنام يقولون لعلماء أهل الكتاب: دين من خير، دين قريش عباد الأصنام أو دين محمد الذي يدعو إلى الله الواحد الديان؟ فيقول لقريش: بل دينكم أفضل. ثم إذن هم يثبتون الكافر على كفره ولا يقبلون الإيمان، ومن آمن يجتهد أن يخرجوه عن دينه. ولذلك الله جل جلاله كما مر معنا في الآيات السابقة وهو يعاتبهم هذا العتاب: قل يا محمد، قل لهم، قل يا أهل الكتاب، ألستم تنتسبون إلى كتاب؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا؟ هل هذا فعل من يتبع كتاب سماوي؟ يصد من آمن عن بكتاب سماوي ليرجع إلى أن يكون عابد وثن؟ لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء؟ والتهديد: وما الله بغافل عما تعملون. الله علم عملكم. ووقفنا مع قصة شاس ابن قيس وكيف كاد ذاك الكيد حتى إذا بالأنصار اسم الإيمان يعيدهم إلى الصراع السابق الأوس والخزرج ويذكرهم، وإذا بهم يقومون ليقفوا صفين وتتجه السيوف نحو بعضهم البعض. في مثل هذا الموقف أو في هذا الموقف نزلت هذه الآيات، ورأينا كيف كان العلاج الرباني، كيف كان التوجيه القرآني لأولئك الصحبة الكرام وترقى بهم، وكيف كان قبولهم، وكيف كان رجوعهم. فرأينا التذكير كان ابتداء بصلاح الذات، فكان الأمر بالتقوى، ثم بصلاح المجموعة المجتمع الأمة، وكان بالدعوة إلى الاعتصام بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يكونوا عباد الله إخوانا. بهذين الأمرين يتحقق صلاح محوري الصلاح: صلاح الأفراد وصلاح المجموع. صلاح الأفراد بصلاح حركة الإنسان وقوامه في التقوى مراقبة الله. وسبق الكلام في هذا الأمر. ثم الأمر الثاني في الاجتماع والائتلاف والأخوة والاعتصام بحبل الله وتطبيق شريعة الله في العلاقة بين مجتمع الإسلام. هل انتهى الأمر إلى هذا الحد؟ لا. وانظروا إلى المقابلة اللطيفة: أولئك فسدوا في ذواتهم وانحرفوا في مجتمعهم وتعدوا بالإضلال. والتوجيه هنا المقابل: صلاح الذات وصلاح المجموع، ثم ماذا؟ ثم التوجه نحو الآخرين بأي شيء؟ بإرادة الخير والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله. كيف لا يطمئن الإنسان بأن هذا الدين هو دين الله؟ كيف
لا يجعل الإنسان ذاك الجيل الأول والرعيل الأول هم القدوة والأسوة، وقد استجابوا لهذا الكتاب وطبقوا أمر رب الأرباب وعملوا بما أمرهم الله جل جلاله، لم يخرجوا عن دائرة البشرية، لكنه كان إيماناً صادقاً. إذا حصلت الهفوة، إذا ذكروا تذكروا ورجعوا مباشرةً يعودون إلى طريق الهدى والحق. فما هو هذا الأمر الثالث من هذه التوجيهات الربانية العظيمة في إصلاح ذاك النموذج الأول الذي سيكون محل الأسوة والقدوة لهذه الأمة إلى يوم القيامة؟ فبعد الأمر بالتقوى، وبعد الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا جميعاً، لا يخرج أحد، وهذا ما وقفنا معه في لقاءين في الآية التي قبل ذلك، ثم تأتي هذه الآية بعد أن يكون هذا المجتمع صالحاً في ذاته، فمن كماله أن يكون مصلحاً لغيره، أن يكون مصلحاً لغيره، يحمل الخير للناس. واسمعوا ماذا يقول الحسن البصري في كلمة والله عظيمة، يقول: أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: لو شئتم لنقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة، دعاة إلى الله. يقول: لو شئتم نقسم بالله أنه لا أحد عند الله أفضل ممن فعل ذلك، ومصداقه في كتاب ربنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ الله يقول: من أحسن منه؟ والجواب: لا أحد. ومن الفهم لهذا الطريق الذي كان الصحابة يورثوه لمن بعدهم ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول: وددت، تمنيت، أمنية، وددت لو أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة، وكلما قطع منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر سنة يطبقها الناس. هذا الفرح وهذا الحب وهذا الحرص وهذه الرحمة وهذا الحنان على إصلاح الناس وإرجاعهم إلى الله وأن يكونوا على الحق، من أين أخذه هؤلاء الناس؟ وما الذي رباهم على هذا الطريق؟ وأي مدرسة علمتهم وخرجتهم بهذه الكيفية؟ إنها آيات القرآن، إنها كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، إنها مواقفه وأفعاله التي وجدوها وما تخلفت أبداً، ثم صفاء نفوسهم التي تلقت ذلك كله فوقر فيها بصدق، فكانوا هم القدوة والأسوة لمن بعدهم.
فيقول الله عز وجل في هذا الأصل الثالث في أمر الصلاح، وهو الذي ينقل ونقل تلك الأمة بعد الأمرين الصلاح الذاتي إلى أن تكون مصلحة وليس فقط صالحة، فإن هناك صالح وهناك مصلح، والمصلح صالح وصلاحه متعدي للآخرين. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا التوجيه الثالث، وهذا هو التعليم لهذه الأمة من ربها العليم الحكيم قرآنا يتلى يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلوه على أصحابه ليمتثل هو بالقرآن. أليس عندما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أجابت؟ قالت: كان خلقه القرآن، إن نظرت إلى هديه وسيرته دلك على ما في القرآن، وإن قرأت القرآن أخبرك عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، اللام في قوله عز وجل ولتكن لام الأمر، لام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومن هنا قال العلماء أن هذه الآية الكريمة دلت على فرضية الدعوة إلى الله جل جلاله، وأن هذا الأمر واجب، وأن هذا الأمر واجب وفرض. ولتكن منكم، منكم هنا هل هي للتبعيض فيكون المقصود فئة منكم يؤدون هذا الأمر، أو أنها صلة فلا يكون المقصود بها التبعيض؟ وهنا نجد العلماء كل انقسموا إلى قسمين، منهم من أخذ بأن منكم تفيد التبعيض، وعليه قوله ولتكن منكم أمة أي فئة من المؤمنين، ويترتب عليه أن فرضية الدعوة هنا أنها فرض كفاية، ومن قال أنها صلة وليست للتبعيض فيكون أمر الدعوة فرض عين، فرض عين. ولتكن منكم أمة، واضح؟ إذن عرفنا أن اللام لام الأمر، وأن الأمر يقتضي الوجوب، فهذا الوجوب على من؟ فجاءت كلمة منكم، فهل منكم أفادت هنا التبعيض أي فئة منكم، أو أن منكم هنا صلة وليست للتبعيض؟ فعليه من العلماء من قال أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، ومنهم من قال أنها
فرض عين، والجميع على أن هذه الفرضية لمن عين مردها إلى ماذا؟ إلى القدرة والطاقة، لأن التكليف كله مرده إلى قيد القدرة، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وأمر الدعوة قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فمن قال بفرض العين إذن على كل أحد بما يطيق ويستطيع، وبما يطيق ويستطيع، ومن القدرة هنا ما يتطلبه هذا العمل، وأول ما يتطلب العلم، فليست هناك دعوة بجهل، ليست هناك دعوة بجهل، بل الدعوة مقصودها إخراج الجاهل من جهله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هنا بصيرة العلم. ومن العلماء من نظر إلى نزول الآية وسببها والواقعة التي نزلت فيها، وقال قوله: ولتكن منكم أمة فرض عين، ولكن هذا الفرض العين على كل الأفراد مخاطب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكونوا هم النموذج لهذه الأمة، وأنه في حق من بعدهم فرض كفاية. ولذلك هذا أيضا نفهمه في خبر أبي أيوب رضي الله عنه. فلذلك من المفسرين من قال أن فرضية العين هنا مرتبطة بالمخاطبين ابتداء، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ويبقى الفرض في حق الأمة من بعدهم، لكنه يكون فرض كفاية. فيقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة. أمة هذه الكلمة جاءت في القرآن ولها عدة معاني، فتأتي ويقصد بها المجموعة من الناس، وجاءت ويقصد كما في هذه الآية، وجاءت في القرآن ويقصد بها الإمام المقتدى، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة إماما مقتدى، يتأسى به. فيقول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمر الدعوة، الدعوة يدعون، الدعوة هي مصدر من الفعل الثلاثي دعا يدعو دعوة، والمقصود بها تبليغ الإسلام للناس بلاغا يشمل التعليم والإرشاد، والتعليم والبيان والإرشاد والتطبيق، بلاغا يشمل أن يوجد بيان للناس يتضح لهم، فإن قبلوا يحتاجون إلى تعليم، ثم يحتاجون إلى إرشاد من يضعهم على الطريق كيف يعملون، ثم
أن يتضمن عملاً وتطبيقاً. فأمر الدعوة يشمل ذلك كله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الخير. وهل هناك دعاة إلى غير الخير؟ الجواب نعم، هناك دعاة إلى الشر، وهناك دعاة إلى جهنم، كما أن هناك دعاة إلى الخير وإلى الجنة. فالله يختار لأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجهم من بعدهم، يختار لهم أن يكونوا دعاة إلى الخير، دعاة إلى الخير. فما هو الخير الذي الله عز وجل يأمر هذه الأمة أن يكون عنوان دعوتها هو الخير؟ ما هو الخير؟ قال العلماء: الخير هو الإسلام. وهل هناك خير أعظم من هذا الدين؟ وكيف يكون شيء خيريته أعظم من الدين وبالدين صلاح الدنيا والآخرة وبالدين إرضاء رب العالمين وبالدين عزة الدنيا ونصرة الله وتأييد الله ومعية الله؟ بالدين يكون الإنسان عظيما عند الله عز وجل. فلذلك من العلماء من قال: الخير هو الإسلام. ومنهم من قال: الخير اسم جامع لكل شيء يقربك من الله. كل شيء يقربك من الله ويبعدك عن عدوك إبليس فهو خير، والشر في الضد. كل شيء يبعدك عن الله ويقربك من عدو الله فهو شر. فقال: هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخط الله، فهذا هو الخير، يدعون إلى الخير. فلذلك سمت هذه الأمة أنها تدعو إلى الخير، هذا بلاغها. هذا إذا عرفت الأمة المحمدية ينبغي أن يكون هذا عنوان التعريف بها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أوفياء، كانوا أوفياء. ولذلك إن وقفنا مع بعض أخبارهم في هذا الطريق وكيف كانوا يدعون إلى الخير ويبلغون الخير، وأن الأمر ليس قاصر لا على العلماء فقط ولا على الرجال دون النساء فقط، بل كان الجميع منهم يشارك في الدعوة إلى الخير. أم شريك هذه المرأة أسلمت رضي الله عنها وأرضاها بمكة في الفترة الأولى في وقت الشدة وترصد صناديد قريش لكل من يسلم وليس من يدعو. نكتفي بهذا، نكمل في درس قادم إن شاء الله.